حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل بقى مع بعض النهاردة طبق القمر الدين. دي جميلة تحفة، حاجة كده لذيذة قوي، لذيذة لآخر لذيذة بصراحة، وطريقة سهلة قوي ومش تاخد منها اي وقت ولا مجهود. تابعي معانا الفيديو للآخر تعرفي كل تكاته. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة طيبين، ورمضان بيحلى طبعا بالقمر الدين. قمر الدين متهيألي محدش بيعمله غير في رمضان. فالنهاردة هنعمل قمر الدين بطريقة سهلة جدا لذيذة. هنجيب كده القمر الدين بتاعنا، نجيب الطبق بتاعنا ونقطعه، نمسك كده نقطعه كده حتة صغننة كده بالشكل ده اهو. هتقطعي بقى كده صغيرة كده، تمام. وبعد كده تشوف هنعمل ايه مع بعض بالشكل ده بقى. طريقة احنا خلاص كده قطعناه بالشكل ده. اسرع طريقة بقى عشان ندوب بيها امر الدين، هنجيب الكاتل هنغلي فيه مية، او طبعا على النار مفيش مشكلة خالص، وننزل كده بقى المية السخنة كده، ونسيبه بقى يدوب خالص 4 ساعات 5 ساعات حسب ما يدوب. المهم لما يدوب خالص ميبقاش فيه اي تكتلات خالص، هنضربه في الخلاط واحدة واحدة كده. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. طريقة لذيذة خالص وعسلية خالص وبجد تحفة. هنا بقى يا حبايب قلبي، بصوا دابت خالص، عملناها من بعد الفطار. احنا دلوقتي الساعة 12، يعني قعدت لها حوالي 4 5 ساعات. بصوا دابت خالص اهي، مفيش غير حاجة بسيطة جدا هتروح ايه وهي على النار. طب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب كوباية زي كده نحط فيها من القمر الدين، هندوب فيه من النشا، يعني هندوب النشا في قمر الدين نفسه عشان نضيف لها ميه ولا اي حاجه. بالشكل ده كان عندنا هنا حبه كريم شانتيه متبقي لما عملنا كنافه. عملنا كنافه البابلز حاجه كده روعه، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف. هنحطها بقى برده، هنضيفها على قمر الدين هتيجي طعم تحفه. احنا هنا كده حطينا حبه قمر الدين اهو، نحط عليهم كده النشا بالشكل ده، هنضوب بقى النشا في قمر الدين. دي النشا بتاعتنا لما دابت خلاص، هننزلها كده نقلب على البارد، تمام. ونضيف برضو كريم شانتيه على البارد. دي كده افتكاسية من عندنا، هنقلب كده على البارد على السريع. بعد كده هنحطها بقى على النار، وهي على النار هتفضلي تقلبي فيها لحد ما القوام يتماسك معاكي. هتنزلي بالفانيليا ونصب الاطباق واحده واحده كده مع بعضينا. احنا جبنا المضرب اليدوي كده عشان نقلب بيه يبقى سهل معانا كده. احنا بنسهلها على نفسنا عشان اول ما تحط على النار لما يتماسك ميبقاش فيه كتل. طبق قمر الدين هنعمله لأحلى مشاهدين حبيب قلبي. ربنا يسعد قلبكم كده يا رب ويوفقكم. نجيب بقى الحلة بتاعتنا هننزل بيها، ننزل بقى القمر الدين كده بسم الله. بصوا يا جماعة، بصوا القمر الدين بس المصفي
حاجات كده لا تذكر يعني حاجات. بصوا عشان ايه بقى ندودنا الامر الدين بتاعنا في الميه المغليه. نقلب بقى كده على النار، نحط كده على النار ونقلبه. هنقلب بقى كده بالشكل ده. اول ما يبدا يتماسك هننزل عليها برشه فانيليا صغيره. نقلب كده، من اوعى تسيبي ايدك، لو سبتي ايدك انسي بقى الامر الدين ان هو يطلع صح. لازم تقلبي كده باستمرار. اول ما يتماسك هنصبه على طول في الاطباق بتاعتنا. حاجه كده لذيذه خالص وجميله قوي في رمضان. هو القمر الدين بصراحة يعني احنا ما بنعملهوش غير في رمضان، مع انه من المشروبات والمهلبية الحلوة جدا واللذيذة قوي في الصيف. حلوة كمان قوي للأطفال، الرضع اللي هما بيبدأوا ياكلوا جميلة. طيب احنا كده هنحط بقى 3 معالق سكر او حسب الرغبة. نزل كده 3 معالق سكر. بس وتقلبي وتشوفي انت حابه تزودي سكر براحتك، مش اي مشكله خالص. السكر ده حسب الحاجه، حسب رغبتك خالص. انت قاعده كده بقى بتفرجي كده اشتراك كده ولايك اللي اول مره تشوفيني، واللي شفتيه قبل كده انت بخليش عليا بلايك. لايك ببلاش يا جماعه، مش هيغرمكم اي حاجه، هي تكه بس بصراحه بتساعدني وبتخلي الفيديو ينتشر اكتر. ربنا يسعد قلبكم يا رب. هنا بقى خلاص بصوا قوام بدا خلاص يتماسك. انا كده عماله اقلب فيه حوالي 7 دقايق. طبعا انا فصلت الفيديو عشان مطولش عليكم. اه اول ما القوام يبدا يمسك معانا كده خلاص يعني هو كده قرب كده هنصبه. خلاص قربنا نصبه ونزينه بقى كده ايه بالمكسرات بتاعتنا. خلاص كده تمام بقى 100 فل و10 كده. خلاص هنصبه بقى كده مش يعني او موصل الكوم بتاعنا ده، مش هنسيبه يتقل من كده، لان لو سيبناه يتقل هيبقى عامل زي البلوزة كده مش هيبقى حلو خالص. هنصب بقى كده الكاسات بتاعتنا، ولا اروع من كده. سهل ولذيذ ومش هتحتاجي ان انت تسيبيه تاني يوم ولا حاجه، لا تنقعيه في ميه سخنه هيدوب معاكي، مش هتسيبيه يتنقع من بالليل للصبح ولا اي كلام ده. هنصب كده بقيه الاطباق ونرجع لكم. كده خلاص الاطباق بتاعتنا صبت وبقت زي العسل زي ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى كده المكسرات بتاعتنا، العلبة الذكية اللي احنا عاملينها دي، علبة ايه السرعة. نرش بقى كده ونزين براحتنا. لو في ناس ما بتحبش الجوز الهند والزبيب والمكسرات مفيش مشكلة خالص، تاني طبقة من غير مكسرات. بس بصراحة طبق تحفة تحفة، ومخدش مننا اي وقت ولا اي تعب ولا اي تكلفة، كل حاجة بسيطة جدا. وعملنا احلى تحلية باردة جميلة جدا لاطفالنا وحبايبنا سريعة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو اول مرة تشوفوني اشتراك ولايك، وشوفوا وشكم على خير، شوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.